مواطنين السويس برضو في مواطنين عندهم رأي آخر في الحياة. نشوف اهو. فيديو واضح بعدد واضح بصور واضحة بهتافات واضحة، مدينة السويس الباسلة. أصل هي فجأة افتكروها باسلة امبارح بس، افتكروها باسلة امبارح بس، إنما قبل كده طب أين كنتم؟ طب يعني الإدارة المصرية ما كانتش فاكراهم، طب أنتوا كنتوا فاكرين مدينة السويس الباسلة؟ يعني في كلامكم وفي طروحاتكم وقناة الجزيرة كانت بتتكلم على مدينة السويس الباسلة وطلبات، آدي آدي شعب السويس. طب قناة الجزيرة ليه مش جايبة الكلام ده؟ يعني هو مش فيه رأي 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 والرأي الآخر اللي، وعلى فكرة خد بالك اللي بيبقى شايل العالم ده إحنا. الجزيرة طبعا ما فيش. طب ويجي يقول لك ايه الصمت في الاعلام المصري، صمت ليه؟ فين يا عم ما تجيب، ما تجيب السويس، السويس الباسلة. ما اعداد كبيرة ايه لمدة طويلة، يعني انا ممكن اخلي المراسل هناك يقعد يصور ساعة والناس واقفة عادي جدا. في صور ثابته كمان، معلش يعني غير الفيديو، معلش يعني هم هيقول لك الصور الثابته دي بس يعني الفيديو مهم. بس اللي مثبت العقل والدين يا رب انه الفكره اهو، ادي الاعداد